تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهرة. طبعا مثل ما عودناكم هذا البرنامج مستمعين هو منكم وإليكم، نطرح فيه مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع. أيضا نستقبل فيه مداخلاتكم، مسجاتكم ورسائلكم النصية على الأرقام 4006، وللمداخلات على الرقم 600-55-1414. أيضا مستمعينا خلونا في البداية رحب بمخرجنا اليوم معنا أستاذ أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، ومثل ما عودناكم دائما هذه جولة سريعة على أهم ما طالعتنا به الصحف المحلية ووكالات الأنباء من أخبار. أول خبر خبر جميل جدا، عنوانه توزيع أحدث أجهزة قياس السكري في دبي مجانا. حققت هيئة الصحة في دبي سبقا مهما على صعيد خدماتها الذكية، إذ وفرت أول من أمس أحد أفضل أجهزة قياس السكري في الدم، وهو آخر ما جاد به العالم من التقنيات والتكنولوجيا المستلزمات الطبية فائقة المستوى. وقد بدأت الهيئة في اتخاذ التدابير المناسبة والإجراءات السلسة تمهيدا لتوزيع الجهاز الجديد على المصابين بداء السكري من المواطنين مجانا، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، فيما حددت مراكز التوزيع في المستشفيات مستشفيات راشد ودبي ولطيفة إلى جانب مركز دبي للسكري. يأتي هذا في إطار توجه الهيئة لتقديم أرقى الخدمات الصحية لجمهور المتعاملين بعد أن تقدمت في اقتنائها الجهاز الجديد والأكثر دقة على مستوى دول المنطقة والعديد من الدول الأوروبية المتصدرة للساحة الصحية في العالم. يعد الجهاز الجديد المعروف باسم فريستايل ليبري من أحدث التقنيات الذكية لمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم من دون ألم ومن دون الحاجة للوخز وبدون دم، حيث يتكون الجهاز من قارئ ومجس صغير، يعني مثل لاصق ذكي ينحط خلف الكتف. طبعا كل ما أراد المريض معرفة السكر أو يقرأ السكر، كل اللي عليه يسوي إنه بس يمرر القارئ فوق هذا المجس، ومباشرة تظهر قراءة السكر بسرعة ومستمعين في أجزاء من الثانية. طبعا إلى جانب ذلك، يوفر جهاز فريستايل ليبري كمية هائلة من المعلومات لطبيب السكري والغدد الصماء المعالج، والتي من شأنها أن تساعد في إدارة ومتابعة حالة المريض بطريقة سليمة. في هذا الإطار قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة في دبي، قال إن الهيئة ماضية في توفير خدمات صحية ذكية تفوق توقعات المتعاملين وتحقق رضاهم وسعادتهم، موضحا أن داء السكري يتصدر أجندة الهيئة الوقائية والعلاجية، كما يتقدم المصابون بهذا الداء أولويات الرعاية الصحية المتكاملة التي تسعى الهيئة إلى تطويرها دائما وربط خدماتها بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات وفق أعلى معايير الجودة. طبعا من تم الإعلان عن هذا الخبر هنالك العديد من الاستفسارات التي جاءتنا عن طريق مواقعنا على التواصل الاجتماعي حول
يعني الحصول على هذا الجهاز. الجهاز هذا في آلية معينة سيتم توزيعها على المصابين بداء السكري واللي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة اللي يتعالجون في إمارة دبي من المستحقين. فحتى الفترة هذه يعني تريوا يا جماعة الخير ما نخبركم بالتفاصيل كاملة عن هذا الجهاز وكيف بيتوزع وين بيتوزع ومنو الفئة المستفيدة من هذا الجهاز. باكر إن شاء الله منحاول نستضيف أحد المعنيين معنا لأخذ التفاصيل الكاملة والشاملة عن حتى آلية عمل هذا الجهاز، كيف يشتغل هذا الجهاز. على الوعد باكر إن شاء الله ما نعطيكم كل المعلومات عن هذا الموضوع. طيب نروح لخبر ثاني يقول دراسة ما سبب السمنة بعد انتهاء الحمية. وايدين يسوون رجيم ويضعفون عقب يردون يمتنون. طيب الخبر يقول يعاني الكثير من الذين يتبعون حمية غذائية من ارتفاع وزنهم بعد التوقف عن اتباعها. دراسة أمريكية حديثة أخضعت هذه الظاهرة للبحث وتوصلت إلى نتائج مثيرة للاهتمام، حيث قامت دراسة أمريكية حديثة بدراسة أسباب ارتفاع وزن الأشخاص الذين قاموا بعملية حمية غذائية سابقة، وأجريت الدراسة على أبطال برنامج تلفزيوني اسمه The Biggest Loser، معروف هذا البرنامج وكانت فيه نسخة عربية منها. عموما هذا البرنامج الذي شارك فيه 14 شخص من أصحاب الأوزان الكبيرة الذين تنافسوا في البرنامج على تخفيض أوزانهم، واستغرقت الدراسة 6 سنوات. ذكرت نتائج الدراسة أن الطاقة التي يحتاجها الشخص يوميا انخفضت من 2600 سعرة حرارية إلى معدل في المعدل إلى 2000 سعرة حرارية بعد 30 أسبوع من الحمية، فيما بقي استهلاك الطاقة دون تغيير أو انخفض قليلا عن المعدل للأشخاص بعد سنوات من انتهاء البرنامج، نقلا عن موقع ألماني اسمه كاتبي لي اياه بالعربي فبحاول اقرا اكس بروجر الجيمينه تشيك كاتبينها بالعربي، انا ما اعرف الموقع شو هو بالضبط. عموما يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن اغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات، ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية يظهر في الصداع، فقدان التوازن، ظهور رائحة كريهة في الفم، والعودة الوضع الطبيعي. يعني الواحد يحتاج وقت لإعادة النظام الغذائي. طبعا نوه الأطباء المشرفين على الدراسة لأن معدل انفاق السعرات الحرارية انخفض بمعدل 500 سعرة حرارية عن المعدل الطبيعي، وخاصة أن خاصة إذا أخذ في الاعتبار تقدم العمر للأشخاص الذين أجريت عليهم هذه التجارب. طيب خلونا نطلع مع هذا الفاصل التوعوي، وبعدها ما نطلع مع فاصل الفاصل التجاري. فاصلنا توعوي اليوم ما نتكلم فيه عن أنواع الإنفلونزا. خلونا نستمع لهذا الفاصل، وخلونا أذكركم بعد في شغلة معينة على أساس أن كثير من الملاحظات كانت تأتي على هذه الفواصل التوعوية. الفاصل التوعوي هذا يا جماعة الخير ممكن تتابعونا بالصوت والصورة على قناتي دبي وسما دبي من خلال نشرة الأخبار المحلية اللي تنعرض على هذين القناتين، وطبعا اللي يبغي يشوفها كاملة ممكن على حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai DHA_Dubai، سواء من خلال انستغرام أو من خلال تويتر أو حتى في اليوتيوب ممكن تكتبون حتى قناة هيئة الصحة في دبي وتطلع لكم جميع هذه الفلرات. خلونا نسمع هذا الفلر ونرجع لكم. دائما بنسمع بنشرات الاخبار عن انواع جديده من الانفلونزا،
منا بنتهي بعطسة ومنا بنتهي بالمستشفى. ها؟ ما تخاف يا سعيد، أنا ما قصدي خوفك، بالعكس أنا بدي طمنك. سمعت شي عن الفلونت؟ ها؟ هذا منه دواء للإنفلونزا، هي شبكة رصد للإنفلونزا وتابعة لمنظمة الصحة العالمية. الفلونت ترصد الحالات ب 91 دولة، والمختبر المركزي لمنظمة الصحة العالمية بيفحص سنوياً مئات الآلاف من العينات لمعرفة أنواع الإنفلونزا المنتشرة وإذا أي منها بيشكل وباء. كل سنة بتصيب الإنفلونزا ما بين 5-10% من البالغين و 20% من الأطفال حول العالم. ها؟ وتخيل يا سعيد أنه ما بين عامين 1918 و 1920 500 مليون إنسان أصيبوا بوباء الإنفلونزا. أوه. ومات منهم 75 مليون شخص خلال سنتين بس. الحمد لله اليوم الطب تقدم، وكمان الرصد والتعاون بين الدول صار أكبر لمكافحة الأنواع الخطيرة من الإنفلونزا. وإذا ما في مانع طبي، الأطباء بنصحوكم بالتطعيم المتوفر من أكثر من 60 سنة. وعساكم دوم صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعينا البارحة كنت قريت خبر عن أن صحة دبي تعزز شراكتها مع القطاع الصحي الخاص بثمانية اتفاقيات، حيث أجرت هيئة الصحة في دبي عملية تحول نوعية في علاقتها الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص، وتوجهت الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة تستهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأفراد المجتمع وتمكين جمهور المتعاملين من الحصول على أفضل الخدمات المعتمدة على أحدث التقنيات والممارسات الطبية. طبعا هذا الموضوع كله من خلال ثمانية اتفاقيات أبرمتها الهيئة مع كبريات المستشفيات الخاصة الموجودة في إمارة دبي لتعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي ممثلا في مستشفى راشد والقطاع الخاص بما يصف في مصلحة المرضى والمجتمع بوجه عام. طيب اليوم أنا أبغي أركز على هذا الموضوع أكثر، أبغي تفاصيل هذه الاتفاقيات وأبغي الأبعاد اللي ممكن نحن نستنتجها من خلال هذه الاتفاقيات عبر يعني ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات. حياك الله معانا دكتور. يا هلا وسهلا. يا هلا. الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور والإيجابية والتفاؤل دائما. يعطيك العافية. دكتور يعني ثمانية اتفاقيات مرة واحدة. زين أهمية مثل هذه الشراكة في البداية، خلينا نتكلم عن أهمية هذه الشراكة بين القطاعين الطبي العام والخاص في دبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم بداية على الاستضافة. مثل ما ذكرنا أن استراتيجية الهيئة والرؤية المستقبلية وتطلعاتها يعني في استراتيجيتها 2016 إلى 2021 تعزز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ودائما تسعى بجهود كثيرة جدا إلى توسيع نطاق هذه الشراكات لأنها لها أهداف كثيرة ولها أيضا إيجابيات كثيرة. مثل ما نعرف أخ محمود أن المريض هو محور الخدمة، ولازم كل الخدمات الطبية والتقنية والأشياء الذكية تدور في محور هذه الخدمات. فهذه الشراكة النوعية الحمد لله اللي أطلقها يعني معالي حميد القطامي رئيس المجلس تعزز دور الكبير للهيئة وللقطاع الخاص في خدمة المتعاملين بأساس ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة ومستمرة إن شاء الله بأعلى المستويات. ممتاز. نعم. طيب دكتور شو هي المستشفيات اللي تم توقيع هذه الاتفاقيات معها؟ والله مجموعة من المستشفيات، منها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وعندنا مستشفى إستر دي إم الكير، وعندنا المستشفى الدولي الحديث، ومستشفى السعودي الألماني،
وكذلك مستشفى برايم ومستشفى ميدكير، وعندنا أيضا المستشفى الإيراني. يعني وهناك أيضا مجموعة من الاتفاقيات جاري الإعداد لها إن شاء الله بتظهر قريبا جدا للشراكات الجديدة. جميل دكتور، أبرز المحاور اللي ركزت عليها هذه الاتفاقيات وشو هي مجالات التعاون اللي أنتم مركزين فيها؟ نعم، هو تعرف الحمد لله في محاور كبيرة مضمنها تبادل الخبرات والكفاءات. الحمد لله الهيئة ذاخرة بكفاءاتها، والقطاع الخاص فيه عنده مجموعة كبيرة أيضا من الكفاءات على مختلف التخصصات، فهذا يعطينا دور كبير في تبادل الخبرات، سواء المشاركة في المؤتمرات ورش العمل الطبية، وكذلك تعطينا آلية تحويل ونقل المرضى بأعلى المستويات بين مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة، وهذه دائما تكون يعني آلية موحدة معروفة نضمن فيها سلامة المرضى وعلى معايير عالمية. نشترك مع القطاع الخاص في هذا الموضوع يعني كمعالجة الحالات المرضية وأيضا تقديم الاستشارات المتبادلة، بنفس الوقت أيضا يساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات. يعني مستشفى راشد خاصة مركز الطوارئ والحوادث دائما في ضغط كبير لأنه يستقبل حالات المعرضة للإصابات والكسور ناتجة عن الحوادث المختلفة سواء من دبي أو حتى بعضها من الإمارات الشمالية. يعتبر مركز متميز يستقطب هذه الحالات الصعبة. هذه الاتفاقيات والشراكات تعطينا أيضا فرصة أن نخفف الضغط على هذا المستشفى. جميل. دكتور، أنا أتذكر في حفل إطلاق مشروع سلامة ونابض، يعني الفيديو التعريفي كان يتحدث حقيقة عن التعاون وعن الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث أن إذا لا قدر الله كانت هنالك حالة تحتاج إلى إسعاف سريع أو تدخل سريع في أحد المستشفيات، كان النظام يعطيك مثل لوحة كاملة يقول لك وين يجب أن تتوجه هذه السيارة، لأن في هنالك أسرة فاضية وفي هنالك فريق معد. فأعتقد هو بيكون يعني ربط إلكتروني على المستشفيات هيئة الصحة والمستشفيات الخاصة في موضوع الطوارئ والكوارث على حسب تصنيف الحالات. إذا كانت الحالة بسيطة أو متوسطة ممكن يعني سيارة الإسعاف تنقلها إلى أقرب مستشفى، وما شاء الله المستشفيات الخاصة على مستوى دبي في حدود أكثر من 30 مستشفى بين حكومي وخاص، فهذا يعطي أيضا نوع من أن نشترك في الخدمة المقدمة وأهمية الوقت في تقديم الخدمة، لأن تعرف الوقت هو الحياة، إذا تأخرنا عليه بأي ظرف لا سمح الله زحمة الطرق أو بعد المستشفى ممكن لا سمح الله يتعرف المريض وحاصل الخطر. صحيح صحيح. دكتور، يعني آخر سؤال عندي، كيف تنظرون إلى هذا التوجه في تطلعات الهيئة ورؤيتها المستقبلية ودوره في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى؟ نعم، توجه له 70-30. تطلعات الهيئة ما شاء الله ورؤيتها المستقبلية تركز على ما قلنا أن تكون دبي يعني منطقة متكاملة للسياحة العلاجية، وتزيد أيضا من نوعية الخدمات المقدمة بأعلى الجودة، وتزيد تنافسية الإمارة، ومثل ما تكلم ما شاء الله دائما دبي سباقة في الابتكار وفي الإبداع في شتى المجالات وخاصة الأشياء الطبية اللي تركز عليها الهيئة، فهذه إن شاء الله شراكات بتعمل نقلة كبيرة جدا في الخدمة، وتوفر علينا أيضا مثل ما ذكرنا توفير الموارد، لأن ما شاء الله أساس ما يكون هناك أي ازدواجية في الخدمات، ممكن عندنا مراكز مثلا لمكافحة الأمراض المزمنة والسكرية أو مراكز للسرطان، فممكن الهيئة أيضا تشترك مع المراكز المتميزة هذه في تحويل بعض المرضى اللي يحتاجون هذه الخدمة. وأكيد في مشاريع جديدة للهيئة أيضا تنظر فيها كمشاركة مباشرة مع القطاع الخاص، وهذا في طور إن شاء الله إعداد الاستراتيجية الجديدة. طيب أنت دكتور ذكرت أن هنالك اتفاقيات جديدة إن شاء الله في طور الإعداد، تعطينا لمحة عامة يعني شيء حصري حقنا؟ والله الشراكات إن شاء الله مثل ما قلنا تتمحور على موضوع يعني التبادل الخبرات، نستفيد أيضا في موضوع تحويل المرضى في بعض التخصصات اللي نستفيد منها، مثلا مستشفى دبي محتاج بعض التخصصات النادرة
بس مش موجودة حاليا بسبب صعوبة الاستقطاب. الاستقطاب مثلا الاستشاريين أو ممكن تكون تكلفتها عالية. فممكن يكون في مستشفى قريب من مستشفى دبي موجودة فيها الكفاءات والخبرات، فعن طريق هذه الاتفاقيات والشراكات ويكون هناك معايير يعني واشتراطات معينة في هذه الاتفاقية. وعندنا الحمد لله مثل ما ذكرنا مشروع التأمين الصحي يخلي الحمد لله نقل المرضى من وحدها القطاع الخاص والحكومة سهل جدا. سهل جدا. هذا بيعطينا إن شاء الله دفعة كبيرة للشراكات المستقبلية. دكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه إن شاء الله المزيد من التقدم، المزيد من الإنجازات اللي حقيقة نلمسها ما بين فترة وأخرى في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقومون فيها. حياك الله. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا. إذن مستمعينا، دكتور أحمد تطرق لموضوع أن مثل هذه الاتفاقية ممكن أن تساهم في تعزيز السياحة العلاجية، أو هذه الاتفاقيات ممكن تساهم في تعزيز السياحة العلاجية في إمارة دبي. أنا أبغي أتناول هذا الموضوع إن شاء الله إذا قدرت أتواصل مع الدكتورة ليلى مرزوقي بعد الفاصل، بنحاول نتواصل معها بنتكلم عن الشراكة مع القطاع الطبي الخاص، كيف يمكن له أن يساهم في تعزيز جودة الخدمات وبالتالي تعزيز السياحة العلاجية في إمارة دبي. ونحن ليش نتكلم عن السياحة العلاجية وشو هو هذا الموضوع تماما؟ كذا مرة تكلمنا حقيقة وتحدثنا عن أهمية هذا الموضوع، فلا بأس أن نحن نتحدث مرة أخرى في ضوء هذه المستجدات التي يعني تطرأ على الساحة الطبية في إمارة دبي من فترة إلى أخرى. طبعا في حتى قبل أطلع هذا الفاصل بعد أبغى أتكلم، يعني كان هنالك تصريح جميل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي ضمن منتدى الإعلام العربي، يعني كان يوجه الإعلاميين دائما يقول أوقدوا الإيجابية في الشباب. كان في يعني توجه بأن الخطاب الإعلامي يجب أن يتضمن الإيجابية دائما في الطرح، يتضمن يجب أن يكون هنالك إيجاد حلول تتسم بالإبداع الابتكار الابتعاد عن النمط التقليدي لمنح الشباب أمل جديد في الحياة لكون المستقبل طبعا مرهون بقدراتهم على التطوير ومرتبط ارتباطا أساسيا بمدى إيجابيتهم وإقبالهم على المشاركة في عملية البناء والتطوير. المشاركة زين سيدي صاحب سمو الشيخ محمد يقول أن المستقبل مرهون بالقدرة على التطوير ومرتبط ارتباطا أساسيا بمدى الإيجابية والإقبال على المشاركة في عملية البناء والتطوير. نحن في هيئة الصحة بدبي نفتح لكم الأبواب للمشاركة معنا في عملية البناء والتطوير، ويعني نرحب بجميع الملاحظات والاقتراحات البناءة المليئة بالإيجابية لتقديم خدمات أفضل. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم وما نتكلم بعد عن السياحة العلاجية في طور هذه الاتفاقيات التي عقدت. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي.
مستمعينا، يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص واللي أجرتها هيئة الصحة بدبي في بثمان اتفاقيات، حقيقة تعد عملية تحول نوعية في علاقة الاستراتيجية مع القطاع الصحي الخاص. قلنا أن هذه الاتفاقيات والممارسات الطبية عددها 8 مع كبريات المستشفيات الخاصة، تهدف لتعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي ممثلا في مستشفى راشد والقطاع الخاص. ومثل ما أوضح الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بأن هنالك المزيد من الاتفاقيات التي سوف نشهدها في الفترة المقبلة لتعزيز هذا التعاون. أيضا الدكتور أحمد كان يتحدث أن هذه الاتفاقيات سوف تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز السياحة العلاجية في إمارة دبي. فأنا قلت خلونا نتناول هذا الموضوع شوية مع الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. دكتورة صبحت الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور أخوي محمود. وقفت السيارة الحمد لله. عموما دكتورة، يعني كنا نتحدث عن اتفاقيات عقدتها هيئة الصحة في دبي مع شركائها من القطاع الصحي الخاص، يعني أهمية الشراكة بين القطاعين الطبي والخاص في تعزيز الموقف التنافسي للإمارة كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية، وهو ما تطرق له الدكتور أحمد بن كلبان. لكن نحن نبغي نتحدث حقيقة عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر. يا ترى كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقيات التي عقدت؟ طبعا أخوي محمود، الاتفاقيات اللي أبرمت وعددها 9، طبعا هاي خطوة إيجابية. 8 كانوا دكتور. 8 عفوا. وقال الدكتور في 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 أشياء جديدة طالعة، قال قريب إن شاء الله بتكون في اتفاقيات جديدة طالعة. إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا الاتفاقيات هذه التي أبرمت هاي دليل على أن أهمية القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية في إمارة دبي. ونحن مثل ما نعرف أن اليوم 70% من الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي يقدمها القطاع الخاص، و 30% تقوم هيئة الصحة بتقديم هذه الخدمات. فنحن دائما نقول القطاع الخاص هم معانا في السفينة اللي متجهة نحو الجودة ونحو تقديم أفضل الخدمات للمقيمين في إمارة دبي أو اللي يزورون إمارة دبي بقصد العلاج وقصد السياحة العلاجية. طبعا الاتفاقية هذه الاتفاقيات هذه أنا أشوفها كأن نحن نعزز الشراكة. هي شراكة كانت موجودة من قبل، لكن هذه اتفاقية نوع من أنواع تعزيز الشراكات بيننا وبين القطاع الطبي الخاص، خاصة بعد المرحلة اللي دبي تخطتها في مجال السياحة العلاجية، وبعد أن نحن أطلقنا العلامة التجارية للسياحة العلاجية والشبكة الإلكترونية كذلك. نحن طبعا اليوم القطاع الطبي الخاص هم شركاء استراتيجيين في مشروع السياحة العلاجية. أنا ما بقول وضع دبي على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية، لأن دبي هي خلاص أوريدي موجودة على والحمد لله على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية، لكن أقول بأن هذه الخطوة تعزز من مكانة دبي على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية، وتقوم بجذب المزيد من القاصدي العلاج إلى الإمارة، وذلك عن طريق أن نحن نشوف شو الخدمات اللي موجودة في إمارة دبي وشو هي الخدمات اللي ممكن نحن نعززها وندخل في مجال مراكز الامتياز أو الإكسلنس سنتر مع القطاع الخاص. طيب دكتورة، أنا يعني اللي يشد انتباهي أن هنالك كبريات المستشفيات، ثمان اتفاقيات مع كبرى المستشفيات لتبادل الخبرات وتبادل المهام بينهم وبين القطاع الخاص. يا ترى يعني لما الناس اللي موجودين في القطاع الصحي الخاص في إمارة دبي
الناس اللي موجودين معانا في القطاع الطبي في مرض بي، لأن سوري أنا أسأل كان يكلمني المخرج. فالقضية أنا كمستثمر في القطاع الخاص أشوف مثل هذا التوجه لدى الحكومة، أن دائما ما تتوجه بشكل أو بآخر في تعزيز التعاون ما بينه وما بين القطاع الخاص. شو اللي ممكن يتولد عندي من أفكار تجاه الاستثمار في هذه المدينة أو في هذه الإمارة؟ طبعا توقيع مثل هذه الاتفاقيات توفر المناخ الاستثماري اللي يحفز لنمو ولتطوير هذا القطاع. طبعا انت يوم بتحط القطاع الخاص معاك في استراتيجية تطوير المناخ الاستثماري لإمارة دبي، هم بيحسون بأن شو الأماكن اللي ممكن هم يستثمرون فيها أكثر، وشو الخدمات اللي ممكن يزيدون الاستثمار فيها من خلال بأنهم يقارنون بينهم وبين الخدمات اللي موجودة في المستشفيات الأخرى وبينهم وبين سواء المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الحكومية. فهذا يخلق جو من المناخ المنافسة الشريفة، أنا أطلع ليه المنافسة الجيدة اللي راح تخلق تدفع بعجلة القطاع الطبي الخاص والحكومي كذلك إلى الجودة العالية. طبعا إحنا اليوم ما نبى يعني أن التركيز كله يكون على خدمة معينة فقط، يعني ما نبى خدمة معينة تتكرر في كم من منشأة صحية، لكن نبى أن الخدمات تنوع متكاملة، يعني تكون متكاملة متنوعة بحيث بأن المنشآت تتجه إلى أنها تكون. فأنا أقول المنشأة ألف هي المنشأة أحسن منشآت الموجودة في إمارة دبي في التخصص ألف باء وتاء. جميل دكتورة، تسمحي لي بس أقاطعك، أخذ هذه المداخلة من بو محمد كان على حسب ما خبرني المخرج أنه كان عنده ملاحظة على الأسعار اللي موجودة في العيادات الخاصة في إمارة دبي، وأنت أفضل شخص ممكن يجاوبنا على هذا الموضوع. فإذا تسمحين الدكتورة بس نأخذ محمد. بمحمد تفضل. ألو السلام عليكم. يا هلا تفضل. الله يخليك. بغيت أتداخل، عندي مداخلة بسيطة. تفضل يا سيدي. بخصوص الأسعار، صراحة أنا من فترة كنت رحت مركز الدبي الطبي الموجود اللي هي جريب، وين اللي هي جريب وافي، المنطقة هاي منطقة دبي الطبية. فكان دكتور زائر ياي، فرحت علاج أنا ولزوجتي، فقالنا العلاج يعني بعد الفحوصات العادية تقريبا طلعنا في 5500 دم الفحص فقط. أوكي، وقال العلاج، فقال العلاج ريلك تبغي إبر بلازما، برد بلازما، قالي والله تكلفتها عندنا ما يقارب 18000 درهم، هذا الإبرة الوحدة. لزوجتي قال 55000 درهم. يا أخي يا جماعة الخير بالعقل، هذا المبلغ مش مبالغ فيه زيادة عن اللزوم؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني، أنا رحت عيادة ثانية قال أنا بسوي لك الإبرة هاي ب 4800 درهم لو أنت تبغيها. يعني الصراحة في أشياء الواحد يقول من حقه هالأسعار هاي؟ يعني إذا أنت دبي تبغي تحولها إلى هال كسياحة علاجية، طب يقول ما حد بيجي بهالسعر اللي أنت حاطنه. فأنا أحد الأخوة سافر تايلاند، الإبرة هاي حصل ب 1000 درهم. يعني تشوف كيف يعني الأسعار هي كيف يعني تتفارق يعني. جميل. هاي نقطة حبيت أتكلم فيها، وتشوفوا إذا حد مثلاً تخبرون ليش هات من حط الأسعار هاي مثلاً يعني. زين، بيك الجواب إن شاء الله. مشكور يا أبو محمد. شكراً جزيلاً. شكراً. تفضلي دكتورة. طبعا الأخ تكلم عن مدينة دبي الطبية، وهم هذه مدينة مستقلة وأكيد هم عندهم سياساتهم في الأسعار، فأنا ما راح أتكلم. نحن نتكلم بشكل عام دكتورة عن 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 التسعير بالنسبة لي العيادات الموجودة في إمارة دبي على أي أساس تتوافق، وأيضا هو قارنها مع إحدى الدول اللي يعني دائما الناس ما يتوجهون لها كسياحة علاجية. هي نعم. طبعا مسألة الأسعار بالنسبة للسائح العلاجي، نحن دائما نقول دبي تنافس الدول الثانية في الناحية في مجال السياحة العلاجية على ليس على الأسعار لكن على جودة الخدمات، وكذلك على تجربة المريض يومي إمارة دبي. عشان كذي مثل ما نحن قلنا في الحلقات السابقة إن حتى شعارنا كان
تجربة دبي الصحية تغمرك بالحياة. فنحن عندنا الجودة أولا وبعدين عندنا تجربة المريض، بحيث بأنه يوم يخوض التجربة هذه أو أي علاج في إمارة دبي، بحيث بأنه يكون راضي عنه وبعدين يروح وينشر الخبر اللي يعرفهم وهم يون الإمارة بقصد العلاج. أما بالنسبة للأسعار ومن يحدد الأسعار، طبعا نحن عندنا إدارة التمويل الصحي، وهم إن شاء الله دكتور حيدر اليوسف وهم ياسين يشتغلون على الموضوع هذا وجهودهم كبيرة، وإن شاء الله بيسمعون الأخبار الطيبة بخصوص الأسعار في المنشآت الصحية في إمارة دبي. جميل دكتور، أيضا أعتقد أن الأسعار هي أسعار تنافسية حسب ما ذكر لنا إياها الدكتور حيدر في مقابلة سابقة. لكن هني أنا بعد أتحدث دكتورة عن مسألة مهمة في موضوع جودة الخدمات اللي طرحتوها دكتورة، في مسألة خاصة بضمانكم لهذه الجودة. في أعتقد هنالك يعني في ميثاق أو في شغلة تقدمونها كضمان لجودة الخدمة اللي حصلها السائح. نعم طبعا احنا عندنا ميثاق حقوق المرضى وواجبات المرضى، وكذلك عندنا قنوات للتواصل في حال اذا سواء السائح او المقيم اذا عنده اي ملاحظات على اي خدمات نخصصها في الاماره. وكذلك عندنا يعني نحن المعايير اللي نضعها لاصدار التراخيص الطبيه بالنسبه للمنشات الصحيه او للمهنيين الصحيين اللي يمارسون في الاماره. هذه كلها معايير طبعا هي مبنيه على المعايير العالميه، وهي هاي موحده على مستوى الإمارة ومستوى الدولة عفوا. ونحن في على يعني في تواصل، في عملية متواصلة بأن نحن نزيد نرفع من مستوى هذه المعايير بشكل مستمر، بما يضمن بأن تكون الخدمات المقدمة بصورة جيدة وبالمعايير العالمية المتعارف عليها. يعني دكتور أنا أذكر في شيء، أنكم ترجعون أو تضمنون أن إذا كان هنالك أي خطأ طبي أو شيء أثناء تلقي. نعم. هي نعم كان عندنا التأمين على الزائر السائح العلاجي لإمارة دبي بقصد العلاج بأنه يشتري هاي وثيقة، يشتري بوليصة تأمين للقادم إلى الإمارة بقصد العلاج، وهذا البوليصة هاي تضمن للشخص بأنه يعني عنده راحة بال، لا قدر الله إنه صار شيء. أنا أقول إن الأخطاء الطبية ما حد يقدر يمنعها، لكن نحن نقدر إن نقلل حدوث الأخطاء الطبية بأن إذا لا قدر الله صار شيء، بأن السائح العلاجي بالتأمين لهذا اللي عنده إنه ممكن إنه خلال شهر التأمين يتكفل بعلاجه بتكاليف السفر وكذلك تكاليف الإقامة له ولشخص اللي يكون مرافق. طبعاً هذا يعطي السائح العلاجي يعطي أريحية بأن لا قدر الله إذا عنده ملاحظات وإذا عنده شيء ممكن أن في حد بيهتم فيه وبيسمع فيه وبيراعي. صحيح دكتورة، يعني أنا للأمانة من بديت فتحت هذا الموضوع هناك الكثير من الاتصالات، لكن ما عندي وقت أني أنا أخذ هذه الاتصالات لأن يتحدثون حقيقة عن الكثير من المواضيع الخاصة بالقطاع الخاص. فبحاول خلال الفترة القادمة أني أستضيفك أنت ومع الدكتور حيدر ونتحدث حقيقة عن القطاع الخاص وعن التأمين وعن السياحة العلاجية في حلقة موسعة، إذا قدرنا نوفق ما بين الأوقات الخاصة فيكم. شكرا جزيلا لك الدكتورة ليلى مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي على هذه المداخلة، وجزاك الله خير. مشكورة الدكتورة وكل التوفيق. طيب أيمن، إذا عندنا وقت خلنا نتوجه إلى الأستاذ يوسف سعد. يوسف موجود في مركز الراشدية لفحوصات اللياقة الطبية. يوسف عندي تقريبا ثلاث دقائق، بعطيك دقيقتين ودقيقة أختم فيها، شو رأيك؟ ألو أعزائي المستمعين، في عجالة سريعة محمود عشان وقت البرنامج اللي نفت قبل قليل معالي حميد محمد القطعمي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة دبي افتتح
مركز الراشدية للياقة الطبية. في حلة جديدة محمود أكثر تطويرا وأفضل، وقادر ألخص لك القبل وبعد. المركز كان عبارة سابقا كان عبارة عن عيادة بسيطة جدا يستقبل في اليوم حوالي 300 مراجع، وكان قاصر فقط على فحوصات اللياقة الطبية للسيدات. الحين محمود المركز طاقته الاستيعابية بيقدر يستقبل 1500 مراجع يوميا، وتم افتتاح التوسع بتاعه ليشمل فحوصات اللياقة الطبية للأسر والخادمات. وده والدكتور ميسا البستاني صرحت قالت ان هي المركز عنده امكانيات ان هو يمتد الفترة بتاعته الدوام بتاعه خلال العطلات لما بعد الدوام في حالة وجود اي ضغط على المركز، وخاصة ان هو بيخدم اكتر من منطقة محمود، بيخدم منطقة الرشيدية والخوانيج والطوار والورقاء، وانت عارف المناطق ديت مميزة بكثافة سكانية عالية. جميل جدا جميل جدا. انا جذبني العدد يعني من 300 الى 1500. والاول محمود بعيد ثاني عشان برضو الساده المستمعين، كان الفحوصات الطبيه قاصره فقط في هذا المركز على السيدات، الحين المركز يفتح ابوابه من اليوم للاسر للفحوصات اللياقه الطبيه للاسر العائلات والخادمات فقط. عندك فكره عن اوقات الدوام العمل؟ الدوام من 7 لـ 2:30، وعرفنا ان المركز بيمتد ممكن الساعة 3:30 أو 4 حسب ضغط العمل. وفي توجه مستقبلي ليه، لأن في توقعات في إدارة المركز بزيادة الكثافة أو زيادة الإقبال على المركز، ففي خطة إن هم يمدوا الدوام بتاعهم لفترة مسائية، يمدوا دوامهم ليومي الجمعة والسبت. الحقيقة محمود في يعني الموظفين والعاملين والفنيين في المركز عندهم حماس شديد جدا للعمل، وبعد التطويرات وبعد الافتتاح العيادة الجديدة. جميل. كمان مستقبلا محمود المركز في الفترة المقبلة سيفتح بس مش الحين، مرحلة مقبلة هيفتح الفحوصات الصحة المهنية. جميل. خاصة بعمال المطاعم والحاجات. جميل. نحن اليوم يوسف تطرقنا للعديد من المواضيع، إن شاء الله من نحضر لها هذا الموضوع موضوع واحد من المواضيع المهمة اللي ممكن نحن نتطرق لها في هذا البرنامج بتفصيل أكثر، من حاول أو حاول ترتب مع المسؤولين سواء الأستاذ ميسا البستاني أو غيره ممكن يتواجدون معنا في الاستوديو كذلك لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع. يوسف سعد زميلنا ومراسلنا اللي دائما ما يتواجد في قلب الحدث نشيط جدا، اليوم كان موجود معنا في افتتاح مركز الراشدي لفحوصات اللياقة الطبية، شاكرين لك يوسف ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة. اليوم الأربعاء صدق دخلوا علي الأيام، ما قمت أعرف اليوم شو، لا اليوم الأربعاء. إذن سوف نتواصل معكم غدا إن شاء الله مع مواضيع جديدة. كان في سؤال يتحدث عن سعر جهاز السكر، ما نخبركم باكر عن كل التفاصيل، لكن مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أن جهاز السكر هذا مجاني للمواطنين فقط. عموما باكر ما نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، وفي الإخراج كان معنا الأستاذ أيمن سرحيل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. وفي الختام نحن شو نقول دائما يا أيمن؟ دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.